لا توقفها الجبال ولا البراكين ولا النيران، هي تسعى تقاتل تناضل من أجل حماية أولادها. تلك هي الأم التي تفدي بعمرها صغارها لتجدهم سعداء، فهي تسهر تتعب تأخذ من وقتها كثيرا ومن طاقتها الكثير لتعطيه لأبنائها دون ثمن دون مقابل. الأمر طبعا لا يتوقف علينا نحن البشر، الحيوانات أيضا هي الأخرى لديها ذات الغريزة، غريزة الأم، صدق المشاعر والتضحية. هناك فيديو مؤثر ورائج خطف قلوب الملايين، كسب تعاطف الجميع لأنثى أرنب ضحت بنفسها لتنقذ صغيرها من نيران نشبت في أرض زراعية كبيرة بإحدى المدن العراقية. لنشاهد ما الذي فعلته تلك الأرنبة أو أنثى الأرنب لصغيرها. واخر من النار واخر. ميتة بمكان بس طالع. الله يسلمك. انزين انزين. شوف صاير فيه محترقة. بس خير ولا غير. شنو السالفة؟ بويا بويا شوف المأساة. اكو بعد احمد شوف اكو. مديدك جو مديدك. بس واحد؟ احمد هاشون شباب؟ باع الام هنا ايش قد تضحي؟ شوف محمد شو مسوي؟ ايه؟ شوف باع شو مسوي هنا شباب؟ صايرة بالوجه زين؟ خاف النار تدخل على الصغير مالته. شوف مضحي بنفسه. طبعا مغامرتنا اليوم عندنا كاميرا ناصبينها وجينا شفنا هاي النار المحترقه. طبعا مسكينه شنو مقابله امها. ليتني املك روحي وعمري لكي اهديه لامي لتعود مجددا الى الحياه وارتمي بحضنها واكحل عيوني برؤيتها. فما اعظم الام وما اروع تضحياتها. تلك الارنبه أنثى الأرنب ما أن شعرت بخطر النيران والدخان التي حاصرتها مع صغيرها سارعت بالحفر كما أظهرته اللقطات، احتضنته ووفرت له الحماية والأمان الكاملين وأنقذته مضحية بنفسها، لم تفكر أبدا بنفسها. ثم فارقت الحياة للأسف في مشهد معبر بألف كلمة. هذا المشهد وهذه القصة المعبرة لاقت تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا. عسى أن يتعظن بعض النساء من الأمهات اللائي يعذبن صغارهن أو البعض منهن يقتلن أطفالهن، للأسف كما نسمع ونشاهد بعض الحكايات المؤلمة في مجتمعنا هذه الأيام للأسف. فلننظر إلى هذه المخلوقات الصغيرة، إلى هذا الكائن الصغير، كيف أنقذت صغيرها ووضعت نفسها في مواجهة النار، تحملت الألم، تحملت النيران، تحملت الحرق، تحملت كل شيء حتى الرمق الأخير، وحصل ما حصل وتم إنقاذ الصغير هذا. أما التعليقات كانت كثيرة حول هذه القصة. نبدأ بتعليق كتبته عليا، تقول: سبحان الله العظيم، والله قلبي دمع. هي العين تدمع، القلب يتألم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، على اللي حرق المكان. فعلا الإنسان أخطر مخلوق على الأرض. أيضا هناك مداخلة وتعليق آخر من جاسم كاظم: شا أنتم ليش حركتوها؟ ما تدرون أكو حواوين عدها فراخ؟ هو البشر كل رحمة ما عنده خطية ماتت.
فقط حتى يعيش صغيرها. شوفوا الوفاء والتضحية مليون مرة أحسن من عندنا البشر. هناك أيضا تعليق آخر ومداخر من علي تشوتي يقول: رحمة الأم من بعد الله، أوف يوم بيش نجازيش. اللهم ارحم والدي برحمتك الواسعة يا رب العالمين، والجميع وجميع الشهداء والأموات، أوف يا رب. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من علي أبو أحمد مؤثر فعلا: اتعظوا أيها الناس، يا من تضعون أمهاتكم في دور العجزة، تذكروا معاناة الأم كيف تعبوا علينا وضحوا بأنفسهم من أجلنا. اللهم ارحم أمهاتنا يا أرحم الراحمين.